على المباشر. نعم زميلي حسام، وبعد الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي وأيضا أليو سيسي، كانت مبادرة رائعة من جانب الصحافة السنغالية وأيضا الجزائرية، مثلها نزيم بالصون عن الجانب الجزائري بتبادل القمصان. اليوم بالصون عنده قميص المنتخب السنغالي، مبروك عليك. لكن اسمح لي راح نرحب قبل ببكار زميلنا بكاري سيسي. بيانفينيو افيك نو انهار تي في الجيريان. سيتي la conférence de presse de Jamel Belmadi à l'UCC, mais après il y a un geste de fraternité entre les journalistes algériens et les journalistes sénégalais. Vous avez échangé les maillots, ça veut dire quoi? Effectivement, c'est une idée qui a été émise par les représentants des journalistes des deux pays. Et nous, hier, en comité directeur, quand le président Abdoulaye Thiam nous a fait part de cette initiative, nous l'avons tous salué. Parce que nous disons qu'aujourd'hui, il ne doit pas avoir d'animosité entre les confrères, des collègues. Au contraire, on doit pouvoir s'entraider parce que l'Algérie et le Sénégal entretiennent des relations très cordiales. Et ces relations-là, un match de football ne doit pas éteindre sur ces relations-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tous assisté à ce geste symbolique qui voudrait qu'on échange les maillots des deux pays. Et maintenant, comment on se présente ce match-là, après surtout la défaite du premier tour, le Sénégal contre l'Algérie? Un match plein d'enjeux, tout le monde le sait. Le Sénégal est en quête de son premier titre depuis l'indépendance, c'est-à-dire en 1960. Nous n'avons jusqu'ici eu que droit qu'à une seule finale de Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième finale. Et là, le Sénégal est effectivement à la recherche de cette première étoile. Et peut-être, Inch'Allah, demain, on pourra avoir cette étoile. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nous jouons face à une équipe favorite. C'est vrai que Ben Madi, un très bon communicant qui refuse de porter cette tenue de favori, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'Algérie va largement, par largement favori devant le Sénégal. نزيم بصول، مرحبا بك معنا مباشر على في قناة النهار، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وأيضا رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين الجزائريين. يعني قمت بهذه المبادرة حتى ربما نأكدوا بأن الصحفيين الجزائريين يعني يرسموا صورة جيدة خلال تغطيتهم هذا الكأس أمم إفريقيا. تحدثنا عن هذه المبادرة والإنيسياتيف. والله المبادرة هذه يعني جات بعد ما شفنا صور ويعني لفيديو تاع واش صرا في التريبيون دو بريس بين صحفيين خاوتنا توانسة وسنغاليين، ويعني كان فيه حتى رد فعل من طرف رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية اللي هو كان غاضب وكلمني قال لي نزيم يعني هذه ما تخدمش صورة الصحفي والصحفي الافريقي، خاصة الافريقي، لانه هما كيشوفوا هذه الصور من اوروبا ولا من الخارج يعني طيح من سمعة الصحفي الافريقي، يقول لك يعني يتعاملوا مثل مشجعين، ويعني احنا صحفيين عندنا يعني احتفاظ لازم نتلازموا به، عندنا احترافية وممثلين دول يحبوا ولا يكرهوا نمثلوا دولة، كما لاعب يمثل دولة في الملعب، صحفي جزائري او سنغالي نفس الشيء. فلذلك يعني تواصلت بالزميل السنغالي عبد الله تيام رئيس لجنة الاعلاميين السنغاليين، قلت له باش نعملوا مبادره في اسمها الندوه الصحفيه تاع جمال بلماضي او حتى اليو سي سي، وخممنا ان يعني يكون فيه تبادل تاع الاقمصه، والحمد لله عطينا له قميص جزائري، عطانا قميص تاع السنغال، وان شاء الله يعني تكون الاجواء هادئه ونخدموا باحترافيه ونذكروا للناس بلي نبقاو صحفيين، نشجعوا الفريق الوطني، بصح كي ندخلوا لهذه يعني التريبيون منطقه تاع المخصصه للصحفيين وعندك باج تاع صحفي محترف، يعني عندك اشياء ما تقدرش تقوم بها، وان شاء الله تكون الاشياء صوره جميله. طيب نزيم، تحضرت ندوتين صحفيتين، جمال بلماضي اليوم اكثر هدوء مقارنه يعني بالندوات الصحفيه السابقه، شفنا بلو كالم يعني نقولوا، وحتى اليو سي سي ربما الكل يريد ربما ابعاد الضغط عن نفسه بالشكر وتوجيه، ربما يقولوا بلي المنتخب المقابل هو اقوى منه. ايه هي يعني كما يقول لك استراتيجيه تاع التعامل مع الاعلاميين، هما نظن باللي اليوم راهم كسوا بالجمال بالماضي ولا حتى اليو سي سي راهم يعني قاموا ب راهم في البونوس، لحقوا النهائي، جمال بالماضي قال انا ماشي باش نربح، ولكن حتى واذا الجزائر اقصيت في بالك ربع نهائي ولا نصف نهائي ما فيها حتى حشومه، الانسان عنده مازال ما قفلش السنه تاعو الاولى في على راس المنتخب الوطني، يعني هما كما تقول يبعثوا في الضغط على كل واحد على اخوه،
وهما واعيين يعني بكل الاشياء، على بالهم عندهم ديجا واش راح يديروا وكيفاش راح يتعاملوا في الملعب وكل شيء، ولكن هذه تبقى يعني كومونيكاسيون. هما من نفس الحي هذا ربما يكون حلاوه اكثر على ارضيه. لا هما والله غير انا كنت هنا في افريل وشفت يعني كي جمال بالماضي الحق وكان اليو سي سي في الفندق، يعني بيناتهم اخوه يعني تحس باللي سي سانسير، مش زعما تاع تعانقوا شغل ويتسالموا وكذا وكبروا كيف كيف. وانا حتى تحدثنا مع السيسي وكل يعني الاعلاميين يتحدوا معاه، يحكي لك بانهم عندهم علاقه يعني جد وعميقه وكبروا كيف كيف وعندهم ربما دوكا نفس المشوار، ويعني المكتوب لاقى بيناتهم في نهائي كاس افريقيا وان شاء الله كل ميور قاعد. في الجهه المقابله في فندق المريوت اشغال الجمعيه العامه للكاف، على بالي بلي نازم عقلك ربما راه ثم لانك بحكم علاقاتك ثم، هل تشوف بانه حظوظ المرشح الجزائري عمار بهلول قائمه للفوز ب ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا نتمنى له التوفيق، واللي يعني المعلومات اللي كانت عندنا حتى البارح يعني كما يقول لك في ساعات متاخره في الليل كانت تشير انه يعني حظوظ المرشح الجزائري عمار بهلول كانت يعني جيده، رغم تدخلات يعني خارجيه وحتى من اطراف يعني ربما والله ربي يهديهم، لانه يعني كي تعود تحفر ولا يعني تتعامل ضد ممثل بلاد هذه اشياء والله الواحد ما يقبلها. كما يقول لك ان شاء الله عنها بعد ان شاء الله. نخلوك نزيم تروح تحصل العمل تاعك ديك الساعه. ميرسي بوكو بكاري، سي جون دي بون كوراج. ميرسي. نعم زميلي حسام، كان هذا نزيم بالصول من الجزائر، وايضا بكاري سيسي الصحفي ممثل عن الاعلام السنغالي الحاضر معنا. عوده لك للاستوديو على ما اظن تريد الانتقال الى الجهه المقابله من القاهره. لا كمال أبقى معك فقط تريث قليلا معي. وسائل الإعلام مختلفة ومتعددة هناك بالقاهرة، من يرشحون لحد الآن، هل الجزائر أم السنغال؟ والله الكل يقر بصعوبة المباراة، حوالي يعني 300 وسيلة إعلامية أرادت تغطية الندوة الصحفية لجمال بلماضي وآليو سيسي في أكبر حضور إعلامي منذ انطلاق الدورة. هناك أيضا 600 صحفي معتمد لتغطية اللقاء النهائي غدا بين السنغال والجزائر. مثل ما قلت حضور كثيف لوسائل الإعلام، والكل يقر بصعوبة المباراة. أكيد أنه الإعلام السنغالي يتمنى تفوز السنغال، والإعلام الجزائري يتمنى انتصار منتخب بلده. بالمقابل هناك بعض الميولات بين صحفي وآخر، لكن لا توجد ترشيحات، والكل يؤكد أنها مباراة 50-50. سنحاول ربما أخذ صحفي مصري بسرعة كمال فقط. السلام عليكم، أنت على المباشر. مصطفى من مصر، إيه توقعاتك لمباراة النهائي؟ من ترشحه؟ إن شاء الله يفوز الجزائر إن شاء الله. بالنسبة اللي هو شعب جزائري كله مرحب بالشعب الجزائري، وإن شاء الله الجزائر تفوز وتشرف العرب، ورياض يحرز هدف إن شاء الله، ويوسف البلايلي يتألق، وان شاء الله تعود هزيمه العرب وخروج مصر وخروج تونس. الجزائر ان شاء الله بطل افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك مصطفى. نعم زميلي حسام، عوده لك للاستوديو. نكتفي بهذا القدر كمال، سنعود اليك في بواقي مواعيدنا الرياضيه ان شاء الله.